السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم ان شاء الله كما شفتوا في العنوان في هذا الفيديو هذا، كما شفتوا في العنوان، المهم البانيا كيفاش بنادم يدخل ويكمل الطريق ديالو تيجيبها في اوروبا، الوسط ديال اوروبا. المهم قبل من هذا الشيء كنعتذر حيت ما درت حتى شي فيديو شحال هذه، هذا الشيء اللي كاين الاخوان. المهم مع الوقت وكذا وكذا، المهم ان شاء الله نحاول نبداو ثاني نفيدوا الدراري اللي معانا ان شاء الله، هذا الشيء اللي كاين. المهم بالنسبه للان، الناس اللي في تركيا ولا الناس اللي بغاو يجيو اليونان، راه ما كاينش الحبس. المهم دابا راه اليونان، المهم ما كاينش اللاجئين، ما كاينش داك الضغط وداك الشيء مع البرد وداك الشيء، المهم ما كاينش دابا الحباسات راه خاويين، ما كاين حتى شي مشكل. زعما تجيو يشدوك مغربي جزائري كذا كذا يشدوك، ما كاينش داك الشيء. تجي تدخل لهنا عادي تشد خرطيه، المهم الا جيتي للجزر راه غتبلوكا فيهم، ولكن ساعه كاينه الخرجه تخرج. ويلا انا كنصح اصلا يضرب بنادم من ايديرنا، صافي يديرنا يكمل الطريق ديالو باق كاع، ما يبصم كاع الا ضربها من ايديرنا ما يبصم كاع. المهم غتجيبها في ايديرنا غتكملها انت، جبتيها في اليونان. اليونان المهم انا دابا غنفسر لك كيفاش غادي تخرج. غتخرج من اليونان غتمشي ليوهان، هنا واحد البلاصه جايه جهه البانيا، تما غتدخل 100% دغيا، ما تصدعش راسك، غتكمل المسائل ديالك غتدخل. المهم هادشي اش تيطلب الحوايج، المسائل ديالك تكبط مزيان، المسائل ديالك خاصك واحد 500 اورو على الاقل باش توصلك. 500 اورو غدوز في هادشي الا زربيتي كاع، غدوز واحد 10 ايام ولا 15 يوم في الطريق، هادشي الا زربيتي. ولكن الا كنتي قتال، ما الا كنتي ناقص واحد شي راه غتعطنك، غدوز واحد الوقت الا ما عندكش الصرف وداكشي راه تبلوكا ضروري، هادشي اللي كاين. المهم غتدخل ديك يوهانينا راه جايه في اليونان الفوق، غتكمل غتجيب تدخل لالبانيا. البانيا ما خفتي حتى شي حاجه، البانيا ناس ملاح ما خفتيش والو، غتجيبها في تيرانا تما غير الخطاف. الخطاف داك الشيء ساهل، 20 اورو 15 اورو عندهم العمله ديالهم، تما تكمل المسائل ديال سير الله. من بعد سيدي غتدخل الحدود تما مريغليين، الا جدوك البوليس ديال البانيا عند الحدود مع مونتينيغرو، ماشي مونتينيغرو يا ربي، مونتينيغرو، مع مونتينيغرو غيرجعوك، غيرجعوك لتيرانا عاوتاني. وتيرانا الا كنتي بروفيسيوني ما غاديش كاع تبصم فيها، ديريكت غتكمل الطريق ديالك، كاين الكامب في تيرانا تما، الا بديتي تقصي وداك المسائل غتكمل. المهم البانيا ما كاينش مشكل بين اليونان والبانيا، غتدخل تمشي ما خفتيش. المهم في هاد لابيريود هادي دابا راه ما كاين حتى شي مشكله، ودا داك الناس راه هاد 6 شهور كاع الاخر راه الناس كلشي تيمشي، هادشي اللي كاين. المهم اسيدي غتدخل انت، دخلتي لالبانيا غتكمل الخطاف، غير الخطاف ساعه ساعه دو البانيا، الا دوزتي فيها كاع غدوز فيها الا كنتي ميت 3 ايام صافي. دخل غتدخل سميتها مونتينيغرو، مونتينيغرو دخل ليها غتكمل تراق تراق مونتينيغرو، غتمشي غير ماشي، غدوز داك الحدود غتضربها نهار ديال المشي تجيبها في العاصمه، ما كاينش تما شي كيلومتر ولا شي، ما كاينش لي كيلومتر بزاف. المهم غتجيبها في العاصمه ديال مونتينيغرو، غتريح فيها تما غتبصم، باش ضروري تكون عندك واحد الخرطيه، باش الا شدوك البوليس راه هو هذاك راه نورمال. كاين الدراري تيديرو فوتوكوبي، شي واحد تيشد خرطيه حتى تديرها فوتوكوبي معاه هانيه صافي، باش تسير مونتينيغرو، فهمتي. المهم من بعد مونتينيغرو راه غتشد الحراك في الكامب، في الكامب تما في العاصمه راه كاين تما حراك، حراكه تما 20 اورو غيوصلك بالطوموبيل، ماشي غيوصلك، غتمشي بالكار حتى توصل الحدود تما، هاد الحدود تقرب واحد شويه ترجع واحد شويه، هو راه يجي يدخلك ولا يدخلك، يقربك. المهم المسائل تما 20 اورو اللي غتعطي، غتكمل غتدخل البوسنه، شويه شويه صعيبه البوسنه، غتدخل ليها صافي، غتدخل البوسنه غتمشي عاوتاني، خاصك كاين دوك الفيلاجات الاولين، الفيلاجات الاولين هذوك صعاب. المهم تما خاص تخربق، خاص تخبى ليهم، وضروري في هادشي اللي قلت لك دابا راه ضروري غتنعس، غتنعس شي ايامات في الغابه، وداك التخربيق والتكرفيس راه ضروري. ودا داك صافي نيت، غتمشي يا سيدي اجيبها في العاصمه ياك، فهمتي. المهم يا ربي ديبار ديال صربيا، ماشي صربيا يا ربي، البوسنه، البوسنه تما قلت لك الخطاف. المهم غيوصلك تما دوك الفيلاجات الاولين، خاص تكون حذاري منهم، حتى تمشي لشي شي اجونس تما وتشد الكار ويدير ليك ديريكت العاصمه سراييفو، ديريكت تما غتريح، تريح تشوف داكشي الكامب، المسائل تاكل الطاق، تبصم معاهم عاوتاني بيت لازيل التخربيق، ريح تما سيدي. من بعد دير ديريكت
الحدود، نزل لتحت، انا ننصحك نزل لتحت 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 ديال البوسنة باش تدخل ديك الساعة تكمل تما تكمل على الكرواتيا، حيت البوسنة وكرواتيا هادو هما اللي صعاب واحد شوية فهمتي، اما البانيا وصربيا ومونتينيغرو هادو ساهلين ساهلين، هادو مشاو. البوسنة شوية صعيبة، البوسنة البوليس ديالهم الا كنتي تتخربق وداكشي ما تبانش ليهم، المهم الغابة والطريق والمسائل تجيبها معاهم. صافي ني تدخل كما قلت لك الحدود تما غير الجبال والتخربيق، راه غادخل كرواتيا. كرواتيا راه هادشي علاش قلت لك الفلوس، الا عندك الفلوس راه غاتصوفي راسك، غاتصوفي راسك مشي تخربيق والحوايج ديالك المسائل فهمتي. والمهم غير الا وصلتي لكرواتيا قلب على بنادم صافي سير بوحدك، ما تمشيش باقي كاع مع حتى شي واحد، تكونوا نتوما جروب ما تمشيش مع شي واحد، سير بوحدك صافي لابس بيان، هو هذا قد الحاله المسائل تمشى بوحدك، ساك صغير هو هذا طاق، ماشي تكون غادي مشمكار حتى انت وغادي لابس ليهم هز ليهم داك السيكان وداك التخربيق. عادي يا صاحبي تلبس واحد جاكيطه المسائي، واحد ثلاثه التيشيرتات جوج سيرا، هادشي اللي كاين صافي نيت. هتكمل يا سيدي كرواتيا، غتنزل لتحت ديال كرواتيا غتكمل كرواتيا صافي، غتدخل الا دخلتي صافي غتدخل غيشدوك البوليس ديال سلوفينيا صافي، غيديوك العاصمه يحطوك في الحبس شحال 3 ايام 5 ايام يوم، المهم يديوك الكامب غيطلقوك يشدوك غيطلقوك، غادوز تما واحد المدة تاع يومين 3 ايام على حسب، يطلقوك يعطيوك خرطية غتشد الكار من سلوفينيا، ماشي الكار يا ربي الترين غادي ليه ديريك ايطاليا صافي. انت ساليت العجب سمعتي، هادشي اللي كاين الاخوان، انت ساليتي العجب، انت جبتيها في ايطاليا، ايطاليا انت بديت تريح في ايطاليا عاوتاني، شوف ذاك المنيك ديالك كي داير، ريح في طاليان ولا كمل فرنسا ولا نزل عاوتاني، المهم كلشي ديالك ديك الساعات تكون بيانا بيو، باقي لك شي تصرف بيدي تمشي للعائله ديالك راه مزيان، احسن حاجه بيدي تخربق تما بقات هناك في اوروبا راه غتنك نيجان، هادشي اللي كاين الاخوان. المهم راه انا المهم شنو بغيت نقول دابا، بغيت نقول لكم اودي راه كاين الطريق دابا، راه الطريق ها اللي ما بغاش يمشي، ها اللي ما بغاش يمشي، المهم المهم هذا الميساج راه خاص بالدراري اللي كاينين في اليونان، الحراقه اللي كاينين في اليونان بالي وبدا هذاك، ولا اللي في تركيا، اللي في تركيا باقي تيتمنيك تما راه تناك صافي، اللي جالس في تركيا دابا مدوز فيها شي 6 شهور ولا شي حاجه صافي راه ما دار والو، الناس وصلوا صاحبي. هادشي اللي كاين الاخوان، المهم من بعد راه تكمل المسائل يعني. المهم دابا عاوتاني هنا في اليونان راه ما كاينش الحبس، الا جيتي للجزر ولا دخلتي من ليه راه ما خفتي حتى شي حاجه، شتي الا شدوك البوليس راه بيت ندير لازيل نيشان السلام، ما كاينش اللي يهضر معاك وكاع ما يشدوك، شتي غير في داك الديبار الا دخلتي من جهتي ديرنا تما تخبى واحد شويه حتى تفوت دوك الفيراجات الاولين وتير الله يعاود تشد، ولكن الفلوس اصاحبي الفلوس ضروري، انا نقول لك حاجه من اليونان تال طاليان ولا تال سلوفينيا راه خاصك واحد 500 اورو باش تاكل باش تقاد الحاله ديالك المسائل ديالك، ضروري غاتاكل غاتبر الماكله، الماكله كاين الكامب غاد تاكل معاهم واش فهمتي، ولكن خاصك صاحبي باش تشد الطريق تكمل باش ما تضيعش الوقت صاحبي في الطريق واش فهمتي، ما تضيعش الوقت. الناس صاحبي كانوا معانا شحال دوزو 20 يوم في البلاصه، اقسم بالله الا 20 يوم جابوها في مارسي، بالله الدري كان معايا فتحي كان معايا هنا، الدراري كلشي وصلوا كلشي وصلوا، ها اللي وصل للداري ها اللي وصل لعائلته ها اللي مشى يدبر على روحو، هادشي اللي كاين هو التليفون. المهم ان شاء الله راه نحاول عاوتاني، هذا هي الزربه هذه ديال هذا الفيديو هذا، المهم نقدر نعاودو عاوتاني ونبين لكم داك التخربيق بالتفاصيل الاخوان، هذا الشيء اللي كاين. المهم غير باش يلا جيت دابا راه مازال ما تريك لينا، المهم دابا ما كاين غير الفيديوهات ان شاء الله نعاونو الدراري هذا الشيء اللي كاين. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، المهم بارطاجيو ولا طبروا روحكم، المهم هذا الشيء اللي كاين، المهم راه غادي تقاد لكم دابا مع الفيديوهات ان شاء الله. يا الله الاخوان في امان الله، حتى فيديو جديد ان شاء الله، ساعة سعيدة يا الله.